أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم الفيديو عن وصفة كتير محبوبة وسهلة. بدنا نعمل السكسي أو الليزي كيك، كيكة باردة ما بتدفرن، بس اليوم رح نعملها بطريقة كتير طيبة، ورح نعمل فوقها صوص لذيذ وغني كتير. ما رح نستخدم فيها لا كريمة ولا بيض، بتطلع معنا شكلها حلو. بنعملها هيك بشكل قالب تغيير عن الرول. أنا منزلي طريقة سكسي أو الليزي كيك بشكل رول، حتى منزلته بلون أسود، وكمان منزلة الليزي كيك الأبيض. رح نبدأ أول شي بالبسكوت. عندي هون 4 باكيتات من البسكويت، بسكوت الشاي أو الدايجستيف، أي بسكوت أنتو بتحبوه يكون طعمه طيب. بدي كسره تكسير خشن بإيدي بس يصير جاهز. ببدأ بحضر الصوص. بدي حط الحليب أول شي. عندي 3 أكواب من الحليب، رح حطهم بكسرولة أو بطنجرة صغيرة. بدي ضيف عليهم سكر، السكر حسب الذوق فيكن تدوقوا. أنا هون حضيف نصف كوب من السكر. بضيف عليهم نصف كوب من الكاكاو الباودر، وببدأ بحركهم. هون عم حرك على البارد، اتأكد انه هيك الكاكاو شوي داب، بحطه على نار خفيفة لحتى يسخن، بس يصير ساخن مو يغلي كتير بس يسخن. حضيف عليه ظرف واحد من الإكسبريسو، ممكن نضيفه النسكافيه إذا حبيته. بضيف زبدة، 2 معلقة زبدة كبار، زبدة طرية، ولأنه هلأ السائل عندي سخن فالزبدة بتدوب. بضيف عليهم 1 كوب من الشوكولا. أنا عندي هون ميكس من عدة أنواع من الشوكولا، بيضة ودارك وكمان سيمي شوكولات، يعني اختاروا أي نوع أو اعملوا هيك مثلي ميكس شوكولا مكسر. أنا هون عندي مطحونة، ممكن أنتوا تكسروها أو تبشروها. 1 كوب من الشوكولا عم ضيفه على الخليط السخن، وببدأ بحركهم مع بعضهم لحتى كل شي دوب، الزبدة والشوكولا دوب، بحصل على خليط لامع وهيك ملمسه كتير حريري. بضيفه على البسكوت الموجود عندي وبنخلط الكمية مثل ما أنتوا بتحبوا، يعني إذا لقيتوا إنه البسكوت كتير قليل ممكن نضيف بسكوت، ممكن نعمل سائل كمان، بس هالكمية مناسبة لكمية البسكوت اللي أنا مكسرتها اليوم. بس يختلطوا هيك مع بعض، تركن 5 دقائق يتشربوا السائل. بختار أي قالب موجود عندي، أو ممكن لفون رول بكيس نايلون أو بورقة زبدة. أنا اخترت هذا القالب الرينج. رح حط طبقة البسكويت مع الشوكولا وبمسدها بسباتشولا أو بمعلقة، بخلي سطحها مستوي تماما، بخليها هلأ بالبراد أو ممكن حتى بالفريزر عدة ساعات حتى تتماسك مزبوط معي. ببدأ بحضر الصوص اللي بدي حطه بالأعلى. الصوص عبارة عن 1/2 كوب من الحليب، سخنته لدرجة الغليان، بده يكون سخن جدا. بدي ضيف عليه تشوكليت شيبس. أنا حأختار سويت شوكليت، ممكن تختاروا الدارك أو أي شوكولا عندكم. رح ضيف عليه هون تقريبا 2.25 كوب إلى 2.5 كوب حسب قوة الشوكولا الموجودة عندي. ضيف الشوكولا فوق الحليب الساخن جدا، ومعون 2 معلقة زبدة كبيرة. ببدأ بحرك لأنه الحليب سخن كتير، فالشوكولا والزبدة فورا بتدوب وبيعطيني هالصوص هيك الحريري مثل كأنه قناش خفيف. شوف قدي بيكون هيك عم يلمع، وكل ما كانت الشوكولا نوعيتها منيحة بتطلع هالوصفة طبعا أطيب وأطيب. هلأ بس يتماسك معي خليط البسكوت وصار هيك جامد معي، بصب عليها الصوص اللي حضرته، كمان برجعه على البراد لحتى تتماسك هالطبقة ويصير سهل اني طالعها من الرينج. ومنقدر نزين بأي شي بدنا اياه. انا حزين بتشوكلت شيبس هيك منوعة بيضة ودارك عالداير، وفك الرينج وبقلب. هذا مثل صوص قناش خفيف بيسيح شوي لما منقطع السكسي أو الليزي كيك، بيعطيني شكل حلو وطعم طيب كتير للي بيحبوا الشوكولا. وهيك قدمت الليزي كيك أو السكسي، كيف بيطلع متماسك، والطبقة اللي فوق لا هي جامدة ولا هي
سايحة، فبتعطيني هيك تناغم بين الطبقة المتماسكة اللي تحت وطبقة هالصوص اللي فوق. شكلها كتير حلو وسهلة، ما بتحتاج فرن، اقتصادية، ما فيها مكونات كتير. جربوها رح تعشقوا الليزي كيك. من ورا هالوصفة وبشوفكن بالفيديو الجاي.